السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني، احنا عندنا دنيا راهي فيها التلج باردة، كما يقول لك الحياة البرية اللي هنا قاسية، غيد قاسية بزاف. بغيت ألوغ نشارككم، نعت لكم العصافير تاعي، خاطر ما احنا مازال وقت تزاوج اللي هنا العصافير. الوغ بغيت ندير لكم برك فيديو ونعت لكم وقاسمكم، نعت لكم العصافير اللي عندي ونقول لكم واش هي هذا واش هي هذا. فوالا اخواني، بسم الله. بون، هذه اخواني في مالا، هذه كيما تاع اخونا سفيان، قهويه ها تشوفوا هذا المال. اخواني الدنيا شوي مظلمه، عندنا كيما يقول لك 6 22 دقيقة. هذا المال ما شاء الله، هاك تشوفوا إخواني، هذه فمالة، هذا يا مال، لكن لا شمكم الله إخواني، هذا المال يعجبني فيهم، هاك تشوفوا فيه. لهنا اخواني هذا تاخونا ناس طيف، نحييو ناس طيف، هذا تاخونا عصام، هدايا اخواني كان في الكاجا هادي هاي من تحت، هذا الماء واش نشري العصافير، كان حاطهم في الكاجا هادي، والفاش هلكو انا وجبت جبتو تريتيتو حطيتو مع لي فمال، راهو عندهم الدوش، هاو الدوش اخواني يدوشو، اعطيهم الباطي، عندهم الصابل، الماء هاو الماء، هاو لي جران اخواني، لي جران تاعي نميلونجيها لروحي، هاهي، وها من لهنا العصافير ما شاء الله، هذا ملي فمال وهذاك المال، هذا المال اخواني الاصلع، هذا تاخونا عصام سطيف، نحيونا سطيف، هذا راهو كونفاليسونس، راهو ان شاء الله يرتاح. هذه فمالة، هاو التلج اخواني مازال فوق الحيطة ما يبانش، الدنيا مظلمة شوية. لهنا هادم اخواني لي جان، مام كيما يقولك لي جان فمالات، هذا ميلي لي نوط، هاديك لي من هي في جان فمالة هادو نكملت الحمورة، هادي سوران فمالة، هاهي هادي ما يبانوش مليح، فوالا هادي فمالة سوران، هذه جن مقنينوسي مازال دوان كملت مرحلة تغيير الريش. بسم الله، هذا يا مال حطيت له زوج فمالات، لقيتو اكسبت الفمالة هذه والفمالة هذه يوسي اكسبتاتو، انا خليتهم مع بعضاهم. هذا ليليغون، ليليغون تاعي اخواني اللي كان يغني شوية كناري، هاكم تشوفوا فيه، سي دوماج شويه الدنيا مظلمه. هذه الفماله تاعو راهي درت لها الكرياج، هذه عندها عامين، شوف تخريب. هذه الفماله كناري تاخونا عصام، هذيك فماله هذيك فماله مقنين، هذا مال، هذه ياسمينه ما سمحناش فيها، هاي ديما لهنا كما يقول لك الكناري الوحيده اللي بقات لي، لي كناري بربي ان شاء الله ما نزيدش نربيهم اخواني، وتحياتي كما يقول لك للناس اللي يحبوا لي كناري، كل واحد والذوق تاعو اخواني، يعني سمحوا لي على الكلمه هذه، وشنو انا نبغي بزاف، انا الذوق تاعي بزاف مقنين. فوالا اخواني ان شاء الله نكونوا ابتسمنا معكم هذه الفكره تاع كما يقول لك المقال اللي عندي، هذا مال، هذه فمالة، هذا مال ما شاء الله، هذا خلع، هذا في النهار ان شاء الله نعتو لكم اخواني، هذا يغني حتى البارفون، نروحو نعتو لكم البارفون نديرو الفمالة هذه،
مخير له هذه فماله كناري نكرههم غير على الجيت هذه اخواني هذه تاع صاحبنا تغني ديجا شوف هذا البارفا هاي بلاصتو ديجا عطيتو شويه باطي اهو ها البارفا ونحط له هذه ساعه ساعه لنشوفها مازال ما يغنيش كاجا كاج هاك تشوفوا البارفا تاعنا الجزائري ما شاء الله شوف الباك تاعو طويل دوريجين كمل لامي على سي بكري شوف الله يبارك ما شاء الله فوالا اخواني هاو يحوس يروح ليها دي فوا اخواني ديروا لي باغي كوبلي اخواني واش يدير يدير لغنا تاع لي شاردون هايج لغنا تاع الشاردون هايج في وقت كيما يقول لك النهار دير دير زوز ثلاثة الا كان عندك كيما يقول لك اورجيناتور ولا بورتابل ديرو ما تخافش صورتك حنا عندنا في البلاد هاو يفتح فمه وباغي يسلم عليها هاك شوف شوف الباربا تاعنا ما شاء الله شوف لي شوف شوف الله يبارك هاو يشوف يحوس عليها شوف كي نقربها له كيف ماشي مازال ما يروحش كاجا كاج اخواني هيا هاي المنطقة تاعو ندير له هادي بيسينا نهار على نهار نعطيه بيسينا اخواني ونهار نعطيه الجودي هاك تشوفوا الجودي والحاجه الاولى كي نخرج من الخدمه الجرياج هاك تشوفوا نيطواي الجرياج على البوراز هاي البريقه كلا شويه الكحله وخلى البريقه نخليها له يكملها يا اخواني والماء كل يوم باه الفرخ تاعك تكون عنده مناعه مليحه ومن الامراض تيفيتي الامراض والادويه الماء تشونجيه كل يوم و الكرياج البراز ما تخليوش البراز يتراكم اخواني وان شاء الله ما تداويوش خلال الفراخ تاعكم هاك تشوفوا فيها ما شاء الله شوف هذا الجزائري اللي كان يدور في البلاد هاك تشوفوا فيها اخواني البارفا يعني سبحان الله دوريجين في اللغنة واعر في اللغنة واعر يغرد صح كما يقول لك انا جربته وجبته في التغريد لحد الان بارفا اللي قاعد نشوف فيه يغني مليح بورتون مازال كيما يقولك هذا دومي فيو مازال ما ولاش يعني قارح هاك تشوفوا فيه ما شاء الله واعطينا رايكم وصيه فيه فوالا اخواني رجعوا المدام لبلاصتها هيا قولي له تصبح على خير هاك تشوفوا تلمو ما يشوفش العصافير يبقى غير يشوف فيها شا هيا صباح الخير شوف كيما يبقى في الكرياج خبيها له هاي ان شاء الله اخواني نهيجو مليح ونعشو لكم كيما يروح كاجا كاج مازال الوقت هاك تشوفوا فيه شوف ما شاء الله هيا صباح الخير راح تشوفوا فيه كيما كي شاف الفماله كيف ما شاف شوف كي شاف الفماله تلمو نهار كامل وهو وحده لهنا فوالا اخواني نزيدو ان شاء الله فوالا هذا واش بغيت نقسم معاكم اخواني هي الفكره اخواني تالي كاج عاودت ندير دي كاج لو ميم كولور كيما يقولك كاجات تاع البلاد حنا كيما يقولك نسكنو بعاد على البلاد باه نجيبوهم الوغ الله غالب هادم كل تاع البلاد هذا تاع خونا امير ان شاء الله ربي يصلح له في بنتو هذا تاع طفل خويا الكاجا هذه الفماله تاعي هذا يا المال خلعه اخواني خلعه نسر هذا شوف شوف
دير من هذا نحط له ميم لي ليغون وما يخافش هذا ما يخافش. هالي كان ريفا ما نكرههم اخواني كيقولوا يبداو يغنيو جيت هذيك تاعهم نكرهها لربي. انا اخواني تراديسيونال كيما يقول لك عادات وتقاليد مقنين، حنا تربينا بالمقنين وربيت لي كناري ونتشت لي كناري اخواني وكنت نبغيهم، ومن بعد وصلت للنتيجة الغناء مقنين اخواني. صح هي كيما يقول لك بنة مليحة تشوف العصافير تشوف الفراخ، الكناري ساهل للانتاج، المقنين صعيب. وشن هو اخواني احنا بالنسبة كيما يقول لك المقنين وبليس احنا في الغربة الحاجة اللي ترجعنا تفكرنا بالبلاد وبالصغر وباليامات اللي وبليس هواية احنا نحبوها ديما المقنين، وديما المقنين بربي ان شاء الله. فوالا اخواني مع اخوكم غالي بارطاجينا برك معاكم العصافير تاع اخوكم تشوفوهم. شوف هذا هو الخلع. فوالا اخواني بغيت نقول لكم قاولنا على خير في فيديو خلاف ان شاء الله. عندي غير بوغ لاستون اخواني عندي غير هذا، وهذا خلوي وشن هو سمعتو ما شاء الله يغني وانتيريسي على الفمالة هادي وهي وسي انتيريسي عليه. وهذا لي ليغون جان تاعي وهذه الفمالة عندها عامين وسي بغينا نسيوهم ان شاء الله على ربي. وهذه اخواني مبقى لي غير نقول لكم اخواني في فيديو خلاف ان شاء الله وكشما جديد. وبالاخص اخواني بغيت نديتش على الناس دي كومونتير، والله اخواني الوقت ما عندي الوقت سامحوني، وراني انسان كيما يقول لك نحاول نتواضع على قد ما نقدر اخواني ونريبوندي على خوتي وما نكبر على حتى واحد. والحاجه كي نقدر نعاون اخواني والله في سبيل الله. فوالا اخواني قالي غير نقول لكم السلام عليكم ان شاء الله تكسبوا طيور ملاح، واللي باغي ينتج ربي يسهل ان شاء الله. وشنو اخواني في مرحله البرد تقدر تكوبلي وشن هو الفمالة تخرج لك تولهم الحاجة فمالة في الحضن راهي تحضن مليح. وشن هو كاينه حاجة اخواني ولهكم منها الفمالة تخرج، وشن هو كي تروح به توكل ولادها تروح به تاكل في المرحلة هذيك هي اللي فمالة تروح تاكل ولادها يموتوا من البرد. وصرات لي اخواني الوغ بغيت نحذركم من هذه تولهو منها الفمالة كي تخرج من العش راهي تحضن مليح وتخرج لك وشن هو من بعد تعود توكل ويكونوا هما لحمة راهم يموتوا اخواني. على هذه بغيت نقول لكم حاولوا اللي باغي كوبل يكوبلي يوجد يحاول يوفر المنطقة والجو الملائم بما يخسرش فراخ. وهذه هي وبغاني غير نقول لكم اخواني بالتوفيق ان شاء الله. ونسيت ما نعت الكمش راني كيما يقول لك مهبول بالفراخ ولا هنايا نسيت ما نعت الكمش. هذايا هذه فماله وهذا المال نموت عليهم وكل اخواني. فوالا اخواني مغالي غير نقول لكم اونكور السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.